اهلا بكم في مطبخ ام والد كما عودتكم. اليوم احنا مش حندير لكم اليوم حندير لكم طبق جمبري البطاطا بالجيره وعهد البطاطا، ان شاء الله تجربوها. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ نحتاج الخل، نحتاج ياوخت، تقدر تسيبيه بياوت ناتشر، نحتاج ماء، عفوا طاحلي، نحتاج زيت، قهوه سريعه الذوبان، نحتاج هنا السميد يكون حرش، السميد باش نلم العجينه، السكر، نحتاج هنا زوج لافاني، ونحتاج جلبان، حبه مطيشه، وبطاطا بطاطا، وعندنا عندي خميره خميره، وعندي هنا جامبو. نبدا. واش حنستعمل هنا؟ راح نفرغ كامل داك الجنبات تاعي، كامل نفرغو كامل باش تشربي هذيك ال عفوا هنا نسيت حبيبه تاع الشوكولا، حبيبه تاع البيض. ونبدا نخلط هذاك الجلبان تاعي، والله يجي روعه، يعني سيو تبداو تخدموا في دياركم، يعني كيما عودتكم على الاطباق السهله والناجحه ان شاء الله. وينجح لك زيدي كميات كبيره. واش راح نزيد؟ حنزيد عليه شويه تاع الزيت، راكم تشوفوا، نزيد عليه ديك لافاني، عفوا لافاني، نعم. اذا نزيد حبيبه تاع الماطيشه تاعي، ونزيد عليها حبيبه تاع البطاطا بطاطا، نزيد عليها شويه تاع ذره النشا. الو راكم تشوفوا هي روعه، زيد تخلطوا من حتى يبقى هذاك الجلبان تاعنا يتشرب ديك السكر مع ديك ذره النشا، يعني تجي روعه، صدقوني غير تجي روعه. زيد عليها قهوه سريعه الذوبان، حطها كومبلي، خلي منها ولا شيء. زيد عليها ياوت ناتشر ولا ياوت عادي، نفرغها في المول. شوفوا، وبعد تحطيها في المول، وبعد 25 دقيقة نريها لكم في طبق التقديم. إذا الطبق تاعي ها هو في طبق التعدين، ها هو شوفوا، نحط منكم حبة شوفوا كيفاش يجي. شوفوا جينا حشيش من الداخل، والله يجي روعة، يعني نتمنى انكم تجربوها. يعني وإذا عجبكم الطبق نتاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.